الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. البطولة كانت كبيرة لكن يرجع في ملعبها. يمر يلعب كرة بينية. لمسة بينية. والكرة بعد ذلك فيها تسلل. لاين. تشامبرلين. تشامبرلين يلعب كرة بينية. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. فابينهو. كرة ممتعة. شاكيري. تصدي رائع جدا من الحارس. شاكيري. نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. لعوبة قصيرة من شاكيري. لديه الفرصة الخطيرة. كرة جميلة. تشامبرلين. تصدي غير عادي من حارس المرمى. تشامبرلين قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من ابعاد الخطر. ستوريج. شاكيري. استقبال جميل من جانبي رافينهو. بن علوان يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. فاردي. دانيال ستاريج. عدت الكرة. ستاريج. تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور. هذه فرصة خطيرة. يحاول أن يلعب كرة بينية. تشامبرلين. ضغط قوي وينجح في استعادتها. إمكانية مرتدة الآن. يلعبها طولية. اليوم الأداء دفاع غير عادي. مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. روبرتسون. يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تشامبرلين. اللاعب يحاول مرور. تشامبرلين. ردة فعل غير عادية من حارس المرمى. انظروا إليه كم تألق كثيرا في مباراة اليوم. يلعب كرة طويلة. سيطرة من الحارس على الكرة. رابينهو. لمسة على اليسار. شاكيري. كرة من جهة اليمين. يحاول تمريرها من بين المدافعين. لاين. يلعب كرة إلى الوراء. يلعبها ببراعة. تلعب الكرة إلى الأمام. تشامبرلين. مرت الكرة. كرة لم تبعد بشكل مطلوب. لا زالت خطيرة. لمسة بينية. تدخل جميل واعتراض أجمل. دانيال ستاريج. شاكيري. جول لليفربول ويسجلون الهدف الافتتاحي.
لم يكن عنده الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. ليفربول يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. كرة طولية في المساحة الخالية، لمسة في المساحة الخالية، يقطع الكرة. ستاريتش، تمريرة قوية أكثر من اللازم. كرة تمر بسلام على المدافعين. شاكيري يلعب كرة قصيرة، تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. رضا تام على ما قدموه في الشوط الأول على مستوى الأداء والنتيجة. تتواصل المباراة مجددا أعزائي المشاهدين مع انطلاقة الشوط الثاني. ليفربول يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. جيمي فاردي يحاول تمرير الكرة، فتح المساحة على الجناح. روبرتسون خسر المواجهة أمام خصمه. كرة طولية في المساحة الخالية. ماتيب، فابينهو، روبرتسون، ماتيب، تشامبرلين، إبراهيم، فابينهو. الكرة ملعوبة من مسافة، انطلاقة خطيرة، يحاول تمريرها شاكيري وينجح في تسجيل الهدف. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. يحاول إيجاد حل، تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة. النتيجة 2-0. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. كرة طويلة إلى الأمام، يحصل على الكرة مرة أخرى، يحاول أن يلعب كرة بينية والتسديد. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر. غزال، نعم سددها بشكل رائع، لكنه واجه حارس متألق تمكن من إبعادها. يمر يلعب كرة بينية، تمريرة. جيمس، جيمي فاردي، غزال يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. وأجمل بينية، ينجح في فتح الكرة ومنع الخطورة. فاردي، كرة باتجاه المرمى، الله ما هو، ينجح في التسجيل. إنهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. وصلت إليه، الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة. كرة إلى الأمام،
تشامبرلين يفراي يلعب كرة بينية باتت ومرت وسط لعبة جميلة تزيد أجمل صنع فرصة جميلة للغاية انطلاقة جميلة بالكرة لكن في نهاية التسديدة لم تكن بنفس روعة الانطلاقة شاكيري لمسة بينية ماذا تشامبرلين لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة لعبة جميلة لكنها لم تستغل تشامبرلين يحاول فتش شاكيري يلعب كورة يا إلهي هدف قد يحسم هذا الهدف الأمور هنا إنه الوقت المثالي بالفعل لتسجيل هدف كانت اللمسة الأخيرة تدرس تقدم بهدفين مقابل لا شيء فاردي يلعب كرة على اليسار ويستمر في انطلاقته في محاولته فرصة تسديدة من تسديدة أخرى يلعبها في المرمى جول انتهى كل شيء بهذا الهدف مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة الفارق أصبح 3 أهداف يا إلهي على هذا الأداء على هذه الكرة على المستوى اللي يقدموه في مباراة اليوم الخصم تقريبا برا اللعبة اليوم لمسة بينية فرصة خطيرة دفاع رائع جدا نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي لاعب يستحوذ على الكرة انطلاق الآن إلى الأمام يسيطر على الكرة ستاريج قد تكون هذه فرصته يسدد ستاريج تلعب الكرة جميلة جول يلعبون مباراة غير عادية في هذا اليوم ما هذا الأداء ما هذه الكرة ما هذه المتعة يا عيني على هذه الكرة الجميلة اللي نستمتع فيها هدف آخر يؤكد على قوة بعد أن انتهى الوقت